أهلا وسهلا. وأهلا بك سيد سليمان. أستاذ سليمان، كما تابعت معنا وأنت ربما كنت حاضر بالأمس في جلسة المناقشة، النائب البرلماني طاهر ميسوم قام بعرض مجموعة من الأشياء في البرلمان على الحاضرين هناك للحديث عن المواد التي يتم استيرادها للسوق الوطنية، لكن ذات استهلاك خاص، فقط الأغذية خاصة فقط بالحيوانات. نلاحظ أنه لأول مرة ربما نائب برلماني يقوم بدوره على أحسن وجه ويقوم بكشف التلاعبات التي تتم على مستوى السوق الوطني. بسم الله تفضل. الرحمن الرحيم. انا عندي واحد التعريش قبل ان ندخل صلب القضيه. هو اولا ما كانش كان الاستاذ ميسوم اللي هو اللي قد يجرأ في البرلمان. أكيد انا احنا واحد نتمنى أن بالنسبه كل لي انا النواب بالنسبه لي يقومون يعني بدورهم على، عفوا السيد سعداوي، نحن نتمنى أن كل النواب يقومون بأحسن انت ما بوجبة. تعرفني انت اولا، راني خليني نقول لك خلينا نعم نقول الامور تفضل. بمسمياتها. نعم انت تذكري باللي هذا الوحيد اللي يمكن اول مره شفتوه احنا في التلفزيونات، تلفزيونكم والشروق البرلمان 9 سنين و8 راني فيه. انا قلت كلام كبير اللي فايت الحدث. واو، انا بقى نبغي نعطي لكل واحد حقه، لان انا مانيش جاي نناقش وش يقول النايب ميسوم، ولو انه هو قال كلام حق اللي راه صاري في هذه الوزاره ولا صاري ولا الشيء اللي راه تتعامل به السلطه في تسيير وزاره التجاره. انتوما كون صوتوا المقطع اللي قلته انا قلت كلام كبير. انا قلت باللي ان في قضيه الخمور باللي جات الفرصه قبل ولا نقعدوا نسبوا ونشتموا في الوزير، اللي انا من واحد من اللي هضرت في التلفزيون النهار وقلت بلي ما يحقش عليه انه يشعر بما افتدى، انه يقول للشعب الجزائري بلي انا باغي نبيعه ونشري في الشراب. قلت بلي لا تشعر بما افتدى، ولكن قلت في داخل القبه البرلمانيه وحتى في قناه النهار بلي انه رئيس الجمهوريه يتحمل مسؤوليه باعتبار بلي هو الذي اقسم على الكتاب الشريف، وكان اقسم بالله العلي العظيم انني احترم الدين الاسلامي وامجده، وبالتالي بيع الخمور حرام في الدين الاسلامي، اما ان تكون واما ان لا تكون. هذا نعم علاش نحملها الرئيس الجمهوريه. وقلت نواب الشعب اللي فرصه جات وجا عندكم قانون الاستيراد والتصدير، لان اللجنه تاع اللجنه الاقتصاديه للبرلمان دارت من ضمن التوصيات واحد الماده واحد التوصيه يسموها تحديد السلع الممنوعه من الاستيراد والتصدير. قلت لهم حتى لو يا ريت تمنيت انكم تقولوا مثلا خمور ونناقشوها كنواب الشعب ونلغوها، نعم احنا اللي نحيدوا الهم والعار على الشعب الجزائري، نعم وحتى اللي كان شي برلمانيين يقفوا ضدنا انتوا هالفوط والاغلبيه يكون رايها، وانا متاكد باللي غادي نمحوا الخمور. نعم وبالتالي لاننا نحن خليني نقول لك لاننا نحن نصدر نعم قرارات الشعب للقوانين، والسلطه التنفيذيه تسطو تختطف من القوانين، وذلك عن طريق واحد الحاجه يسموها احاله امهات المواد على التنظيم، وهذا نعم هو الريك وهذا هو اللب. نعم. وبالحديث عن تنظيم السيد السعداوي الى جانب الخمور، هناك اغذيه خاصه بالحيوانات يتم استيرادها الى سوق الوطنيه، وفي المقابل يتم الحديث عن تقشف. انا راني تمنيت كيهضر النايب تاع المدينه اللي هو ميسوم باعتبار اللي هو عامل في الحق لهدف لانه مربي ابقار وجاب الادله علنا. نورمالمون كان يفترض من رئيس المجلس الشعبي الوطني ويفترض فنحنايا نواب الطوكا زعماء نديروا لجنه تاع تحقيق تم، ماشي مجرد يخلوه يقول ويجيب الادله ونروحوا لديارنا. نورمالمون كان رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد العربي والخليفه كان يامر بفتح تحقيق وتنصيب لجنه برلمانيه اقل درجه ايمان اننا لو تداروا لجنه ونعرضوا نتائج التحقيق، لان هذه كارثه. هو خبرنا التلاعبات مارش نو سالمون الدواء بيريمي يمرض لنا الابقار ويقتل لنا الثروه، وثانيا هو تحايل وغش للشعب الجزائري. نعم. واحتقار. سيد السعداوي، تقولون بأنكم اليوم تقومون بدوركم وتقومون بعرض ربما بأدلة، الحديث في المناقشة في جلسة البرلمان بأدلة من الواقع، لكن تقولون أنه لا يكفي فقط الكلام، إذا ماذا ستقومون أيضا؟ ألا يكفي فقط؟ أنا راني طلبت، أنا قلت لك يا ريت حبذا لو في البلاص رئيس المجلس الشعبي الوطني يأمر بتنصيب
لجنة مراقبة تقصي الحقائق على وش قالها لكموه والحقائق اللي جابها. ثم لأنه هو جاب أدلة، جاب دوابيريمي وعلنا. نعم، لكن أليس من صلاحيتكم المطالبة بإنشاء هذه اللجنة؟ يا ودي راني نقول في الدرك درك درك حينا، اليوم قبل الغد، اليوم قبل الغد سيرو يولي هذا البرلمان أجود، لا روح له، هو هيكل لا روح له. وبالتالي علاش حنا رانا محظورين؟ انا راني في سنين شركت في فمي في هذا البرلمان وقلت ما قلت على رئيس الجمهوريه على الوزاره على المبادره على الكل اللي نحس باللي هم باللي 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 يمكن جانبوا الصواب، قلت عليهم علنا 9 سنين وانا نعم في القبه ونورمالمون ما كانش سيريو. انا نقول ماشي اي حقائق قدمتها انا وقدموها ناس مثالي انا ماشي انا وحدي، قدموها من احزاب مختلفه نعم من جبهه ومن غيرها ومن لفافات وغيرها كاين وين كان مواضيع قدموا فيها ولكن ما ندارش فيها لجان. حتى قضيه الزيت والسكر درنا فيها لجنه تحقيق خدمة فيها شهرين، اليوم وين راها؟ شكون اللي يتحاسب؟ حتى واحد يتحاسب. الازمه صرات. نعم، شكرا جزيلا لك سيد. واش باغي نقول لك؟ تفضل. واش باغي نقول لك؟ احنا ربي شاهد باللي نأدوا دورنا، احنا كان الاعلام ضدنا، احنا كان تخيل التلفزيون غير واحد ما كانش يقول نعم. احنا اللي نهضروا كي اللي يسمونا نعم صوت من معارضة. احنا اللي نعم. اللي هذه الهيمنية اللي راهم يسبوا الحكومة كانوا مبلعين علينا. نعم. لولا بعض القنوات نعم. وصلت الفكرة أستاذ سعداوي سليمان. نعم. عمرك ما سمعتيني. نعم. باللي أنا نقدر نهضر حتى بالحكومة. نعم، وصلت الفكرة سيد سليمان سعداوي، نتمنى أنه يتم مراجعة كل هذه التجاوزات المسجلة سواء في السوق الوطنية وحتى في كل القطاعات، وأن يتم إعادة النظر في هيكل البرلمان الذي تقولون بأنه أصبح هيكلا بدون روح.